بعد هذا نتكلم عن سورة الإخلاص، سورة تسمى بسورة الإخلاص. سبب التسمية بسورة الإخلاص، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لسببين والله أعلم. لأنها تخلص قارئها من الشرك. إذا وسوس لك الشيطان، وخاصة في ذات الله، من العلاج قراءة سورة الإخلاص تخلص قارئها من الشرك. الثاني سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الله. هذه السورة القرآن فيه خبر عن الله، وهذا لا يخلو منه آية، هذا أشرف ما في القرآن، وأحكام وقصص. هذه السورة ليس فيها لا أحكام ولا قصص، فيها خبر عن الله، ولهذا سميت سورة الإخلاص. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أقسام: خبر عن الله وأحكام وقصص، فهي أخذت اختصت بهذا، كانت تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. تعدل ثلث القرآن في الجزاء، في الأجر لا في الإجزاء. الشيخ عبد العزيز اعتمر في رمضان، وعمره في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذا: الحمد لله سقطت عنك حجة الإسلام. يقول: لا، تعدل في الجزاء في الأجر، ولا تسقط عني عمرة حجة الإسلام. صحيح؟ أي نعم. إذن القرآن بهذا الاعتبار يقسم إلى ثلاثة أقسام. متى تقرأ؟ في سنة الفجر، سنة المغرب، هي وقل يا الكافرون، في الشفع والوتر، في سنة الطواف، نعم، في أدبار الصلوات المفروضة، أذكار الصباح والمساء. صحيح. عند النوم. لماذا؟ لماذا نقرأ الإخلاص مع قل يا الكافرون في سنة الفجر وسنة المغرب في الشفع والوتر؟ تبتدئ أول النهار بالتوحيد. قل يا الكافرون الألوهية، قل هو الله أحد، ربوبية أسماء الصفات. تقول كأنك تفتتح أول النهار بالتوحيد، وأول الليل بالتوحيد، تختم الليل بالتوحيد، تختم النهار بالتوحيد، قيام تختمه بالتوحيد، الطواف حتى ترد ما كان عليها للجاهلية، وتتذكر أنهم في هذه الأماكن كانوا يعبدون الأصنام وكذا، تفرد الله سبحانه وتعالى. نعم. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. قل هو الله المألوه المعبود محبة وتعظيم، أحد، واحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، تصمد إليه الخلاق في حوائجها، قام بنفسه وقام غيره به، الذي لا جوف له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسمائه وصفاته. نعم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، صفات منفية، ولم يولد. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس الوالد والولد والزوجة لكمال أحديته وصمديته وكمال غنى سبحانه وتعالى. الولد في الغالب يشبه الأب، الأب في الغالب يحتاج إلى الابن إذا كبر. نعم. والله سبحانه مستغني عن الوالد والولد والزوجة، ونسبة الولد أو الوالد أو الزوجة إلى الله كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلام. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا مكافئ، وشبيه ونظير ومثيل لكمال غناه وأحديته وصمديته سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.